اليوم تتويج الأبطال، مبارككم حصولكم على هذا الذهب. الله يبارك فيك ويطول في عمرك ويسلمك. كيف شفتوا منافستكم هذه السنة؟ منافسة كانت منافسة شريفة وكانت في حماس، والحمد لله أن حققنا المركز الأول. تواجدت اليوم وحضرت بشكل كبير، كيف وصولك للمرحلة هذه النهائية وتحصد أنت اليوم الذهب؟ الحمد لله، هذا تعب سنة كاملة طبعا، تعب في التجهيز وفي الشراء، والحمد لله جهزنا المنقية إلى أن أخذنا المركز الأول والله. اليوم الذهب معك، كم مهر هذا الذهب؟ مهر غالي، هو أساسا هذا بالنسبة لي رمز، ما له قيمة، هذا ما له ثمن، هذا قيمته عالية بالنسبة لي أنا. شفت هالسنة التنظيم والترتيب؟ التنظيم ممتاز، من أفضل السنوات التنظيم السنة هذه. أحب أشكر الشيخ فهد بن هتلين الله يطول في عمره، وأشكر القائم اللي تحته، واليوم يوم بالنسبة لنا يوم فرح، يوم اليوم الحفل الختامي اللي توجنا فيه بالجائزة الحمد لله. أشكر سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وأشكر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر على حضوره وتسليمنا هذه الجائزة.